بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الإخوة الكرام، الخرج نتاع مدينة مقرار باتجاه لكتب ربي تيوت باتجاه عين الصفرة، باقينا واحد 50 كيلومتر لعين الصفرة. احنا ما ندخلوش عين الصفرة، احنا قبل عين الصفرة ندورو لكتب ربي باتجاه شلالة. نعم ربي بارك، بسم الله ما شاء الله، أجواء أخاوتي روعة ربي بارك، ما شاء الله أجواء صيفية بامتياز. هذه مقرار ولاية النعمة، هذه جينا مروحين لكتب ربي من تندوف، هذه الطريق الإجماعية تعود مهودة لتندوف، يفوت على بشار، من بشار يجي فايت على بني والنيف، بني والنيف ويجي جاي بشوي بشوي حتى يلقى روحو لكتب ربي في البيض. في البيض لكتب ربي تفرق الناس، كاين اللي يهود كيما راه من ثم يهود الغرب كيما جماعة سعيدة وبالعباس ومعسكر ووهرن، أو كيما راه على البيض ويروح. أصبروا خاوتي نفوتوا البراج. كيما كنا نقولوا خاوتي، جماعة تاع الغرب إكزومبل مروحين سعيدة ومعسكر وبالعباس ووهرن وتموشنت وغليزان ومنها، يروح على من البيض يتفرق، من البيض كيما راه يكمل له بوكطب بوكطب سعيدة ويروح. جماعة تاع الوسط والشرق يروحوا على البيض، يروحوا على أفلو، يدوروا كاملهم لكتب ربي، يروحوا على أفلو، من أفلو كل واحد وطريقه، كاين اللي يروح على أفلو يروح على أبو سعادة على طريق الإدريسية أبو سعادة، وكاين اللي يروح أخويا على الدويس، الدويس الجلفة ويروح، كل واحد وطريق. المهم كل الطرق تؤدي إلى مكة، كل واحد وطريق اللي يعرفها وكل واحد طريق اللي يمشيها. احنا اليوم اللي كتب ربي عندنا طريق خلف منا، مناش مروحين منا من تندوف، ما نروحوش للسطيف، من تندوف لكتب ربي للدباب. اليوم نشوفوا مع خاوتنا طريق جديدة، لكن ممكن احتمال راهي قريب الظلمة ما طيح ظلمة، ما نشوفوهاش مع خاوتنا. اليوم نروحوا لطريق البريزينة، البريزينة مثيلي طريق شوية مقطوعة شوية خالية، نخرجوا ديكتي مثيلي، نخرجوا من نخرجوا في غردية من اللي من خرجة من هي من غردية، بس تبقى لنا 200 كيلو على ورقلة باتجاه لكتب ربي الدبدب. أنبات وكوني حب ربي لله، حب ربي وبقى ربي استر، أنبات بإذن العزيز الجبار، أنبات لكتب ربي في غردية. هذه خاوتي ستاسيون دي تاع الهرم تاع البيراميد، هذا ربي يحفظ من ستاسيون كثر خير، وخاطر دار لي هدا كنت انا وصاحبي عباس اللي راه معايا دار لنا لقطه ربي يحفظوا عليها. كنا في الليل جايين رايحين عبد التندوف تعبانين عيانين، كم يوم صار شي ما قدرناش ننباتوا، حلنا مسكين الكراج اللي احنا في الكراج وبيتين فيه، ربي يحفظه ان شاء الله وربي يبارك له في رزقه. هذه قديمه شويه قبل كورونا في 2019. هذه خاوتي خرجنا لكتب ربي من مقرار، هذه ستاسيون كي تخرج من مقرار بواحد 2 كيلو ولا 3 كيلو تجيك على دروال، هذه كي تعود مروح. نعمة والعباد، اللهم احفظ بلادنا
بلاد المسلمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه خالتي البرشمة اللي قدامنا، البرشمة تاع عين الصفراء، اللي حاب يروح منها العين الصفراء لكتب ربي ومنها كمارات والويدور، هذه تخرجك ديرك العين الصفراء. ما شاء الله كاينين طرق صغار هذوك شويه، وانما هذه قلعه الشيخ بوعمامه هاي على اليمين منا، قلعه الشيخ بوعمامه نورمالمو الاصل تاعو منا، نورمالمو اصلو منا.
الطياره شي بدو جو كحل تغردي يجي صفر جو جبال مد واحد المنظر ما شاء الله الجبال هذو كيما جبال تاع جانت كيما الجبال تاع الدخله تاع جانت جانت برج الحواس كيف كيف جو واحد الشكل هذو شي هذو صغار تاع جانت برج الحواس جو كبار سعيده يروحوا ديريكت مرام وحنا ندورو منا لكتب ربي بسم الله ما شاء الله
كاين عندهم واحد الماء الوحانه معروفه والله ما على بالي واش اسمها اكزاكت ليسونسيلهم ديما ينعتوها في لي ريبورتاج ينعتوها ديما في يعقبوها توجور في التلفزيون. المهم يقول لك كاين واحد الواحانه معروفه يجيب لها السياح بزاف وهذا تيوت هذه الواحه هذه مشهوره معروفه فيها الماء هكذا فيها النخل فيها المهم مناظر مليحه. شوفوا خاطي المنظر اللي قدامنا ما شاء الله شوفوا الجبال مع النخل ربعة. يمشي بعقله في طريق كبير هكذا ممنوع دوبلاج على بالوش بلي الناس مزالها 1000 كيلو هو والله ما على بالو ها يمشي في عقله مره كي شغل ما على باليش انا شغل انا لا لا اخي لا لا لا, لا مش مليح. تهضر معايا يقولك تسني راني في الطريق راني قدامي البراج انا خاف ندوبلي ها هو البراج قدامي انت اللي ما تمسخرش انت اللي حرك روحك شوف راه يمشي خاوتي ما عندوش الضو المهم كارثه وخلاص. اصبروا خاوتي نفوتوا البراج او نتلاقاو لك تبربي. هذه خاوتي الخرجه لك تبربي تاع مدينه تيوت بسم الله ما شاء الله طريق ربعه ربي يبارك تكون مريق المعنى من جانب الكوتي تاع ذاك الامن وذاك والله ما يهضر معك واحد معزز مكرم واحد ما يهضر معك احترام يهضر معك باحترام مرحبا بك راك في بلادك تفضل يقول لك والو انت ذي احترام روحك يعني باش كي نتفاهموا بها احترام روحك احترموك الناس هذه لك تبربي الخرجه نتاع مدينه تيوت بسم الله يا ربي طريق روعه ربي بارك مناظر ما شاء الله اللي عينه يحوس يخرج يحوس في البلاد يخرج يحوس يتكلم عربي هذوما الايامات المناسبه ديسمبر جون في فيفري حتى المارس سيرتو في الصحراء لاخاطش من مارس اللي هي يبدا شويه غبار تبدا شويه الحاله تفسد هذا هو الوقت المثالي شويه تقلب برود شويه في الليل برد الحال في الليل وصباح بكره كي تفوت تفوت يطلع النهار خلاص تولي الحاله ربيع تولي روعه ربي يبارك ما شاء الله طريق مخدوم ربي يبارك ما شاء الله في نورم مليحة مشي مليح ربي يبارك ما شاء الله شوفوا خاوتي الأخضر تاع الطرق الصحراوية هاو البعير يعني تشوف قدامك الكارثة هاو البعير في الطريق ها تخيل انت طالك كيما هكذا في الطريق ويخرج لك في الليل سورتو في الليل ها ماشي كارثه ها هادي لك تبربي خرجنا من تيوت هادي بها مولاها اللي دير حسابو ياك الطريق الصحراوي غراره واعره شتي كذا تجي كيما هكذا تلقى طاق بك مسكين في الليل هو ما الله هي الغالب هو مخلوق كائن خلقه رب العالمين ما عندوش عقل في الليل كيعود في الليل وبعيد في الصحراء يشوف الضوء مع الطريق الضوء تاع الطوموبيلات وتاع الكباين فايت في الطريق هو يحسب ما عرفوش شنو هي يقرب يتونس للطريق كي يقدم للطريق ثم تصرى الكوارث انا شفنا كوارث كي داخل عن جوا سيمي دخل في بعير كار دخل في بعير كاميو دخل في بعير المهم كوارث لا اله الا الله محمد رسول الله هذه بقات لنا 31 كيلو لا عزلة لك بربي هذه كيف تاع البراج البراج تاع عين الورقه حمام عين الورقه هذه شوف والله يبارك يقول لك خاوتنا هنا اهل الله يسهل يكسبوا المال خاطش لا منطقه رعاويه فيها الاعشاب تاع الرعي هذو اسمها مناطق ملاح للرعي
تما هنا كي تكسب هنا لك تبربي المال نقولوا 500 و 1000 راس ويجي رب العالمين شويه مطر شويه شتا متهني ما توكل ما والو تخرج تصرح باطل وبرا والسلام عليكم يعني ما شاء الله. هنا خاوتي راه عندنا ثاني هنا كاينه سلاله الدغمه يعني معروفه عند اهلنا هنا في النعامه الجوي المشريه وعين الصبره حتى البيض السلاله تاع الدغمه هذه سلاله معروفه تاع الخروف تاع الكبش يعيطوا له كبش الدغمه نورمالمون الاصل تاعو هنا هذا كبش الدغمه هذا من اجود انواع الكباش يعني متعارف عليها على كل حال هو راه في طريق الانقراض ما حافظناش بزاف مليح على السلاله هذه يجي الراس تاعو يجي مقران ويجي خشين هكذا كبش معروف هذه على كل حال ما بين قوسين احنا مش نقولوا احنا رانا عارف ولا علماء نسمعوا كيما تسمع الناس بسم الله ما شاء الله
كاين نفس المشكل تاع الانسان هذا دائما. الانسان هذا اللي يجيك في وسط الطريق ويدير روحه يمشي بعقله هكذا كونكو من ومن هي، وما على بالوش بلي الناس هاي قدامها طريق قدامها الاف الكيلومترات، هذه هي الكارثه. ها قدامنا صاحبي يمشي ويشيخ مع اصحابه يحكي مع اصحابه يقصروا، وانت في من وراك تبقى تعافر راك تعاني معاه. فوالا عليكم ورحمة الله وبركاته.